ما عمركم جاكم ربما شي عرض شي حاجه تكون خلطه ولا شي حاجه كيكون غير رجال ما كتجيكمش شي عروض بحال هيدا؟ صراحه كيجيونا ولكن حنا ما كنقبلوش بهم لان كنخدموش فيهم نهائيا. لا ما كنخدموش فيهم نهائيا، قليل فين كنطيحوا في شي موقف الا الا تحطينا فيه ديك الساعه. يعني بحال مثلا العروسه قالت لك انا عندي غادي نعمل مثلا ذبيحه بحال اللي كنعملوا حنا هنا في الشمال، غنعملوا الذبيحه وديك الشيء، كتقول لها واش في الدار واش ما كاينش رجال، هذا كتخليك حتى كتحطك في الامر الواقع، كتجبر تما العائله ولكن كيكونوا غير العائله المقربين مثلا الاب ديالها خوتها ولاد خوالاتها صافي غير في حال هكذا. اما العراسات ما كنقبلوا شي بهم لان دي واحد الحاجه كتضرنا حنايا قبل ما تضر هذيك الناس اللي غنمشيو من ناحيه، كتضرنا لان دابا حنايا بنات ياك غنمشيو شي بلاصه تقدر تجبر الناس ديال ديك البلاصه مقدمين، تقدر تجبر لا يقدر مثلا شي واحد يتبسل شي واحد يسيب شي هضره شي واحد يحاول، حيت كنطيحوا في شي ماشي الناس كاملين غتجبروا مزيانين، غادي طيح يعني الناس حجر وطب. يعني انا قبل ما نتحط في هذا الموقف هذا ونتعلم منه ما غنحاول انني ما نطيحش براسي حتى لديك الدرجه باش نطيح في شي موقف اللي ما غيعجبنيش.